دائما في الولاء دائما عندنا امل بغيت ان بلادنا دائما عندنا الجواب اللي فيها بعد باش نضبط الشامبيون اللي ماشي غير غيفرحونا ولا يجيبوا لي دي بخي ودي ميداي ولكن الطريقه تكون بعد انطلاق او بعد عوده المخيمات السنه السابقه كيف ما كتعرفوا المخيمات كانوا مغلقه لمده سنتين فاش كان الكوفيد. اليوم السنه السابقه كانت عوده المخيم وهذه السنه بالطبع التحدي هو ان تكون واحد المراجعه حول يعني البرنامج البيداغوجي المقترح داخل المخيمات، لان كنعتبروا بان مع التطورات اللي كيعرفها العالم ومع التطورات حتى اللي كيعرفها المغرب نعتبر بان المنتظر او المطالب ديال الاطفال ديال الشباب تغيرات او تطورات، وبالتالي خصنا نواكبوا هذا التطور وهاد المطالب ديال الطفل والشباب ديال الاطفال ديال الشباب. ولهذا طبعا درنا هذا اللقاء اليوم مع الشركاء ديالنا باش نحاولوا نراجعوا ما ممكن يعني تكون ما ممكن اي برامج يمكن نقويوها من اجل الشباب ومن اجل الطفوله، الا والتحدي هو نحاولوا من هذا المخيم من هذه السنه تكون واحد القفزه النوعيه في هذا المجال. ثانيا كنعتبروا بان المخيمات هو واحد المجال للتعارف، كتعرفوا بان 120 طفل اللي كيجوا من جميع الجهات والاقاليم في المملكه لابد ان يكون هناك تبادل ثقافي ما بين الطفل ديال الشمال او والجنوب، وهي فرصه مره اخرى باش نقويو ذاك يعني التشبث بالتمغربيه بالثقافه المغربيه الغير ماديه ونقويو ذاك هذا يعني الوجود ديال المجال الثقافي. والنقطه الاخيره كنعتبروا ان المخيم هو واحد المكان بالطبع باش داك الطفل وخاصه الشباب باش يعني يكتشفوا المواهب ديالهم، واعتقد ان حان الوقت باش المخيمات اللي تولي كتلعب الدور ديالها بطريقه ايجابيه. وهنا فاش كنتكلم على الدور يعني الدور باش تدفع الشباب ديالو الشباب ديالنا الشباب الاطفال ديالنا باش يمشيو ابعد ما ممكن في الاحلام ديالهم في المشاريع ديالهم، وهاد المشاريع وهاد الاحلام باش يبقوا احلام راه كيبداو في الطفوله وعند وكيكملوا عند الشباب. وحنا خصنا نواكبوا الدور ديالنا كقطاع الشباب هو نواكبوا هذا الحلم باش نحاولوا بالطبع يعني نوصلوا ذاك الطفل ذاك الشاب باش غدا يرفع التحديات كلها اللي امامه اللي غيلقاها امامه، لان الحياه بالطبع فيها كذلك اشكاليات. خص المخيمات خص وزاره الشباب يعني بجميع البرامج اللي كتقترحها يعني تواكب هذه الاشكاليات اللي كيعاني منها الطفل والشباب، وتعلموا بالخصوص ان ولو هناك تحديات ولو هناك اشكاليات يبقى متثبت بذاك الحلم وذاك المشروع اللي بغى يوصلوا مهما كان هذا المشروع يكون رياضي ثقافي مقاولاتي. المهم هو انه يبقى متثبت بذاك الحلم ديالو وباش يوصل الاهداف اللي بغى لراسو ولبلادو. في هذا اللقاء بطبيعه الحال نحن على ابواب دخول المخيمات الصيفيه، وزاره الشباب والثقافه والتواصل قطاع الشباب الجامعه الوطنيه للتخييم شريك اساسي، نحن كفعاليات مدنيه نطيروا هذه المخيمات بطبيعه الحال. اكيد بلي ان المخيم فضاء للتعلم، فضاء للترفيه، فضاء للتكوين، وفضاء لممارسه التربيه على القيم واساسها التربيه على حقوق الطفل. الابداع طبعا الحال والمشاركه تاتي كذلك في هذا الاطار. اليوم هذا اللقاء ديالنا من اجل وضع برنامج او برامج جديده، الاساسي فيها مع القطاع الوصي هو خلق منظومه تربويه اكيد ستكون في خدمه الناشئه. كلنا طبعا الحال مع الطفوله المغربيه من اجل طفوله قادره متمكنه لها من المهارات والامكانيات ما يؤهلها للفرح كذلك والتنشيط مع التعلم والابداع من اجل طفوله طبعا الحال مبتسمه عاشقه للوطن لها كل الرغبات التنشيطيه ولها كل الامكانيات حتى تتاح لها كما قلنا مخيم في فضاءات جديده تتحمل فيها طبعا الحال الوزاره والجامعه التاطير والتكوين. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.